اليوم ان شاء الله نشرحوا بعضنا باك 2014 تاع لي سيكسيون سيونتيفيك المات والسيونس والتكنيك. ما شنو يقول الباك؟ الباك يقول ان نمبر اشياء تنونتيكي ديفيزيبل بار لا سوم دي سي شيفر. عطى اكزامبل 198 غير 198، هذا باش يكون ارشا لازم يكون ديفيزيبل على 18 اللي هي 1 بلس 9 بلس 8 الصوم تاع الشيفر تاع 198. معناك نقسم 198 على 18 الريست يكون 0. Travail demandé. Écrire un programme Pascal qui permet de chercher et d'afficher tous les nombres achats de l'intervalle NMB. الحد لهنا يحب يطلع لي نومبر ارشا الكل موجودين في انترفال معين. الانترفال هذا سميه ان ام، ان وال ام عطاهم ناش ان وال ام معناها راهو مش عطيهم لنا ليتيليزاتور. اصلا كي تهبط لهنا لوتر سيزي دو ان اي ام افيك ريسبيد دو كونترانت نرجع لها بعد شوي. معناها عندنا سيزي نتاع ان و ام، عندك سيزي نتاع ان ام ولهنا عندك افيك ان اونتر 100 اي ام سيزي، وعندك على كونديسيون راك مش تعمل بروسيدير سيزي وعندك فيها بوكو ريبيت انتر بحكم عندك كونديسيون. عندك سيزي مش تعمل بروسيدير سيزي، عندك عليها كونديسيون مش تعمل ريبيت انتر. هادي حطها في مخ قاعدة به. اي دون لو بريديسيسور دو شاكا اي بريمير، قالك مش كان باهي من لورا مش نطلع النومبر ارشار الكل في انترفال معين، لا لازم كي نجولو النومبر نشوفو ارشا ولا مش ارشا ومش هكا، ونشوفو لازم النومبر اللي قبله يكون بريمي. نومبر بريمي معناها يكون التقسيم على روحه ولا على واحد هكا. معناها لهنا كيما لهنا 198، 198 هذه هي نومبر ارشا حسب ما قال. معناها كانت 198 هذه اللي قبلها 197 بريمي نافيشوها، ما كانش ما نافيشوهاش. بك اعطى اكزامبل نتاع ان و ام كان به. اول حاجه تخمم فيها تعملها في دوار باك انك تحضر السكريبت نتاع البروغرام تاعك. لهنا عندنا كيما قلنا عندنا بروسيدير، عندنا بروسيدير سيزي على الان والام، وعندنا لازم نطلع النمبر ارشا ولا عندنا فونكسيون باش تطلع النمبر ارشا ولا، وعندنا فونكسيون باش تطلع النمبر بريمي ولا. واضح معنا حد لهنا ثلاث. اصلا تقريبا في كل دوبر باك لهنا في الجريد ايفالياسيون يعطيك شنو هو تقريبا 90% من الاوقات يعطيك شنو هما لي فونكسيون تاع البروسيدور مستحقهم. مش ديريكت ماما ما يكتب لك لهنا مثلا سي زي دو ان اي ما فيك سبيد كونتران، تفهم اللي عندك بروسيدور سي زي وفما سبيد كونتران معناها عندك الكونديسيون هذي على ان ام لازم تريسبكتيها. معناها كيما حكينا عندنا لازمنا نستعملوا بوك ريبيتانت. وعندنا لهنا في الفيريفيكاسيون دو لا بروبريتي دو ارشا ديك فونكسيون ارشا فيريفيكاسيون دو لا بروبريتي بريمي فونكسيون بريمي. لافيشاج هذا نعملوه في البروغرام برينسيبال. به اول حاجه نعملوها باش تحضروا السكولت نتاع البروغرام تاعنا. به بروغرام سموها باك 2014 يوزر سي تي بي حطوا فال اللي نعرفوه مش نسحقهم. عندنا الام والان والام اللي عندنا ريم كونديسيون، وعندنا مش نسحقوا اي باش تاع بوكل بعد نسحقوه. هذا حد الان بي نبدا نحضروا شنو عندنا. قلنا عندنا بروسيدير سيزي اوكي. بروسيدير سيزي هذه مش تاخذ تاخذ فار ان و ام دو تيب انتج باي. وعندنا فانكش بريمي مش تاخذ الان دو تيب انتج مش ترجع لنا بوليا. معناها مش ترجع لنا فري ولا ترو ولا فولز. كان ترو ري بريمي كان فولز ري مش بريمي. وعندنا فانكشن زادا اسمها ارشا باش تاخد كيف كيف النمبر ان تيب انتجر كيف كيف باش ترجعنا بوليان معناها النمبر هذاك ارشا ولا. وبعد عندنا
في البيجين والاند تاع البروجرام برينسيبال نتاعنا. نبدو بالوحده بالوحده. اول حاجه علاش عملنا فار لهنا في البروسيدير تاع السيزي؟ تقريبا ديما بروسيدير سيزي ديما نحطوا فار. علاش؟ خاطر الان والام هذوما مش يتبدلوا، كي مش يتبدلوا في البروسيدير مش يتبدلوا زاد في البروجرام برينسيبال. الان والام هذا معناها يتبدلوا لهنا ويتبدلوا لهنا، خاطر حشتنا في بين في البروجرام برينسيبال. فهمتني؟ ديما احفظها بروسيدير سيزي ديما فيها فار. فونكسيونات ما يجيش فيهم فار، عمرك ما تحط فار في فونكسيون في اللي فاريابل لوكال، عمرك ما تحط فار في البروسيدير سي. ظهر لي مش بروسيديرات الكل، اما السيزي ديما فيها فار، خاطر الفاريابل باش يتبدل في وسط الفونكسيون باش يتبدل في البروجرام برينسيبال، معناها في نفس الوقت في البروجرام تاعنا الكل وصل للبروسيدير هذيك. شنو نعملو كيما قلنا عندنا ريبيت انتر كوكل، باش مش يكون فيه ريبيت انتر. الكونديسيون تاعنا شنيا؟ انو ام تكون سوبيريور او ايكال ا 100 اند ان انفيريور ا ام. لانا باش تحط كل رايت الان تنجم تكتب دوني ان جديد الان ان رايت الان دوني ان جديد الان ام. هذه البروسيدير سيزي نتاعنا كانت ريت ما فيها حد شيء، ما تخوش وقت جملة، ديما نفس الخدمة وعليها نوت. ايه طبعا نتعادل البروسيدير الفونكسيون برمي. فونكسيون برمي اش طلع؟ مش طلعنا نومبر برمي ولا مش برمي؟ كيفاش نعرفو نومبر برمي؟ قلنا لازم نومبر برمي هذه تقسم كان على واحد ولا على روح. معناها شنية ريدي؟ فما تنجم تخدم برشا طرق به، نجم احنا نخدموها. وما قلنا التقسيم كان على واحد وعلى روح الرقم هذاك، نشوفوا الارقام خلاف الواحد معناها من اثنين مثلا، من اثنين حتى يشيل الرقم هذاك موانزا مثلا. مش نعملوا نشوفوا 40 برمي ولا نشوفوا من اثنين حتى يشيل 39. كانوا ال 40 هذاك يتقسم على اي عدد من 2 ل 39 راهو معاش برمي، كان متقسم على عدد من 2 ل 39 راهو برمي. والا النجم اللي خدموها من الواحد نعملو من واحد مثلا، مش نعملو نشوفو ال 40 نعملو من واحد ل 40 كي، ونعملو نحطو فاريابل نسموه اللي نسموه مثلا بي. الفاريابل هذاك كل ما نلقى عدد يتقسم عليه ل 40 نزيدو ا. فهمتني؟ معناها كان من بعد الفاريابل هذاك طلع لنا خلف اثنين ازن اثنين، معنا رو فما ازن نزع عدد هو من واحد الى ربعين، فما كان نزع عدد برك المفروض يتقسم عليهم العدد البريمي معناها الواحد ولا ربعين هذاك، معناها الواحد والرقم هذاك. حاجتنا حطوا بار، حاجتنا بي كونتر دي تيب ننتج، حاجتنا تيست دي تيب بوليان. به حط فور اي دو بوان ايجال ا دو تو ان دو اف مش تو ان، تو ان موان ز اف ان مود اي ايجال ا زيرو، معناها اي تقسم ان. ذن التست نتاعنا يولي فولز، ولهنا نسي ريزولت تيست على ترو. ما نعمل لول نمشي التيست ترو، كي يلقى اي نمبر خلف الواحد وخلف معناها من اثنين حتى يكشف الرقم نتاعنا ذاك موانزا
يقسم العدد نتاعنا يولي تيست فوز، معناها راه العدد نتاعنا ما عادش بريمي، مش بريفي، مش ترجع الفونكسيون نتاعنا هذي، مش ترجع بريمير، مش ترجع التيست هذا. لاحظوا ديما راهو الفاريابل مش ترجع الفونكسيون ديما نفس هذا بوليان، هذا هو الفاريابل مش ترجع الفونكسيون، التيب نتاع الفاريابل مش ترجع الفونكسيون، فهمني؟ هاك عليها التيست لهنا بوليان، ما يجيش انت تعمل لهنا الفونكسيون ترجع بوليان وبعد تعمل الفونكسيون هذيك دو بوان ايكال لونتي ولا شان دو كاركتير، ما تمشي ليكش جمله. ديما ركز في الحكاية دي. البوك الفور مش يعملها من كل اللي يبدأ من اثنين حتى يكشي من الان موانزا يشوف يقسم ولا يقسمش النمبر متاعنا، حتى لو كان يطلع يقسم يكملهم الكل، معناها حتى كان يطلع تيست فوز يكمل يشوف العدد الاخرين. النجمة زادة نخدموها بوك ال بوك الوايل، وايل يحبس يلقى عدد برك يقسم مثني للموزة يقسم لنا الان بتاعنا يحبس ما غير ما يكمل يشوف، فهمني؟ كيفاش تخدم هذا؟ كيف شنعمل واي وايشني وايل تيست يقال ترو، مدام التيست نتاعنا ترو اند اي انفير ستريكتومون ان، واضح؟ خاطرنا ما نحبوش الاي توصل للان، حتى صار ما نحبوش، نحب نشوف حتى يكشي للان موانزا، ولهنا نجو نحطو اي نسريزو على دو، اي دو بوان يقال دو، اه لي معناها مش تبدلنا من الاول بالدو، وبعد نكريمونتيها في اخر الوايل نتاعها. وايل تيست قالت ترو، مادام التيست نتاعنا ترو والاي في ريستريكت مع ان دو اف كيما بكري اف ان مود اي يقال زيرو then تيست يقال فولز، يريد يلقى تيست يقال فولز يخرج من البوكر تيست يقال فولز، وبعد هنا عندنا اي دو بوان إيكالا أي بلس أن به. نعملو طناجة لما صغير باش نفهمو الحكاية خير. به من لول التست بتاعنا يبدا ترو، تقول إي إيكالا دو، برانسيب أصغر من الآن خاطر احنا لهنا الإي مش تكون أكبر من المية، به مش تكون اثنين، الإي الآن بتاعنا مش تكون اثنين، مش تكون أكبر من المية، به. اش معناها؟ معناها الاي ايجالا دو اصغر من الان فري، وعندنا التيست ايجالا ترو يدخل في البوك اف ان مود ايجالا زيرو، كان ان مود ايجالا زيرو التيست يولي فولز، ويمشي يزيد الاي ان تولي اي ترو، ويرجع يشوف تيست ايجالا ترو لا فولز يخرج. كان ما لهنا ما تعدتش الاي فادي معناها ان مود ايجالا زيرو مش صحيح، فما ما يتقسمش يبقى تيست ترو ما يتبدلش فورس، والاي تزيد اي بلس ان اي قال تروا اصغر من الان يكمل يدخل، وصلت الاي حتى يكشي للان ما يدخلش، ويبقى تيست ترو ما يدخلش، ويبقى تيست ترو يخرج لنا، تخرج لنا فونكسيون تيست ترو ديما لهنا عندنا الفونكسيون رسوا الفاريابل تيست تاعنا، فهذه الفونكسيون بريمي. الفونكسيون ارشا، الفونكسيون ارشا قلنا لازمنا نشوفوا العدد دي تقسم على النومبر دي سي شيفر ولا لا، شنو هو الحل؟ مشكلة وين في اللي نومبر انتي ما تنجمش تباركوري انتي كل رقم من العدد هذاك باش تجمعهم، الحل الوحيد انه نرجعوهم شندو كاركتير، رجع العدد هذاك شندو كاركتير، ومن بعد نقسموه بالطرف كل طرف نحوه على جنب، ونعملو فاريابل نسموه سوم، فاريابل هذاك يبدا بزيرو ونزيدوه مثلا نحو منها الشن هذيك نحو منها الرقم الاول، نحو شندو كاركتير رجعو فالور ونزيدوه للسوم نتاعنا، ومن بعد نمشو للثاني نحو شندو كاركتير رجعو فالور ونزيدوه
من الصوم بتاعنا. بعد ما انا في الاخر تطلع لنا الصوم بتاعنا هي الصوم بتاع الشيفر بتاع الرقم هذا، اش معناها؟ معناها مش نستحقوا انه نبدلوا النوم بالشندو كاركتير، نستحقوا بعد نبدلوا الشندو كاركتير الفالور، معناها نستحقوا فونكسيون بريديفيني اس تي ار اللي يتبدل النوم شندو كاركتير، ونستحقوا فونكسيون بريديفيني فال اللي تبدل من شندو كاركتير الفالور. به variables مش نستحقوا نستحقوا كونتور اي، نستحقوا الفي، نستحقوا الفي نسجلوا فيه الفاريابل، نستحقوا الاو نتاع الرول نتاع الفونكسيون بريديفيني فال، نسحقوا فاريابل نسموه سوم نسجلوا فيه السوم نتاعنا. هذا دي تيب انتج، نسحقوا سي هاش تيب سترينج نحطوا فيها الفالور، نحطوا الشين دو كاركتير، ومش نسحقوا كالعادة تيست نتاعنا تيب بوليان به بيجي. اول حاجه نعملوها لازم الصوم نعملوه نساليزو على زيرو، صوم دو بوا ايجال زيرو، باش بعد خلاص نعملو الصوم هذا مش نزيدو الرقم الاول، ما نزيدو الرقم الثاني، ما نزيدو الرقم الثالث ولا الرابع اللي هو نتاع الان نتاعنا. مثلا كان ناخذو لهنا كيما، مثلا كان ناخذو لهنا كيما وضح كيما غطى الاكزامبل 198، السوم تاعنا قال زيرو نزيدوهم الاول ا يولي ا، من بعد ولاش ا نزيدوه نوف يولي ديز، ومن بعد نزيدوه الويت يولي ديزويت. هكا كيفاش نخدم؟ معناها لازم الاول قال زيرو، ما تنجمش انت ما تنسيريزيش الصوم من بعد تعمل صوم صوم رسوا صوم بلس كذا، معناها تزيد الصوم. الصوم دو بوان قال زيرو، عندنا الاستير نتاع الان الاستي هاش باهي. باش نعمل تو لازلنا نباركور السي هاش، نعملو بوكل فور فور اي دو بوان ايكالا زيرو تو تو شي تو لانث سي هاش، حتكشي لو لونغور نتاع الشين نتاعنا منعرفش عليه، خاطر الرقم ينجم يكون فيه ثلاثة ارقام، العدد يكون نجم يكون متكون من ثلاثة ارقام، نجم يكون متكون من اربع ارقام، خاطر معطاش ليميت، هو عطا على الاقل لازم يكون متكون من ثلاثة ارقام على الاقل 100. بعد في الماكس دبر راسك، فهمني هاك علاش ما نجموش ما نحطو فم اي دو بوان ايكال ا ديزولي تو تروا، لازم نحطو ديما لانت سي هاش دو به دوش ليش باش نعملو من الاي قال ان لا نسيهاش، باش ناخذو بالسي بالكاركتير بالكاركتير نرجعو فالير نزيدو للصوت، اش معناها؟ نعمل فال سي هاش دو اي معناها كاركتير بالاول بالكاركتير بالكاركتير، نحطو في فاريابل في هذي الاو نتاع الرور نتاع الفونكسيون بريديفيني، من بعد نعملو صوت جسوا صوم بلس في، نزيدو هالفي هذي الفالور متاع الكاركتير هذاك. لهنا لازمنا بيجين اند بوان فيرجول، خاطر الفورم تاعنا فيها ازمة انستريكسيون. اوكي باه، بعد ما نحسبو الصوم مش مازال نشوفوا الصوم هذاك يقسم العدد نتاعنا ولا if n mod sum يقال زيرو then test نتاعنا يقال رو، بس نعمل initialization test نتاعنا من الاول test يقال false. نجمو نعملو هكا تيست من الاول نحطو فولز،
وما يتبدل التيست، كان تبدل ان مود سوميجا لا زيرو، كان ان مود سوميجا لا زيرو معناها تيست ترو، معناها راهو الشيفر نتاعنا معناها راهو النمبر نتاعنا ارشا. كان ما تبدلش التيست ترو مش يبقى اوتوماتيك مش يبقى فولز، معناها راهو متبدل راهو ان ما ان مود سوم ماشي قال زيرو ماش نمبر ارشا. كيما بكري فونكسيون ارشا دو بوان ايغالا تيست تاع هذي قلنا. يبقى لنا كان البروغرام برينسيبال. البروغرام برينسيبال اش نعملو فيه؟ اول حاجة باش نعمل باش نعيطو لي الفونكسيون تاعنا. اول حاجة ندو الفونكسيون سي زي، حطو فيها لي بارامتر. ما تحطش فار كي تنادي الفونكسيون في ولا البروسيدير في البروغرام برينسيبال، ما نحطوش فار ما نحطوش تيب حط شي، جست حط لي برار نتاعك في نفس الاوردر اللي حطيتهم في البروسيدير او في الفونكسيون تاعك. معناها كان عندك فاريابل مثلا عندك اونتي بعد بحذاه كي ديكلاريت انت فونكسيون حطيت اونتي بعد شندو كاركتير بعد اونتي، وكي تجي مش نديرها لازم تحطه في نفس الوقت، تحط اونتي شندو كاركتير اونتي لازم ما تقلبهمش. باهي عندنا السيزين تاع الان والان، بعد عندنا بوكل فور. واش فور؟ فور باش نشوف الانترفال هذا الان والام ونشوفوا لي نومبر نتاعنا، مش نبليكو على كل نومبر في الانترفال هذاك. الفونكسيون ارشا كانوا طلع ارشا نشوفوا زيد نبليكو على الرقم اللي قبله بالضبط الفونكسيون بريمي باش نشوف لنا هو بريمي ولا، وكان طلعوا لي دو كونديسيون هذو مصحاح يفشلنا النومبر. انا فور فور اي دو بوان ايغال ا تو لا دو اف اف ارشا دو اي نجد تحط هكا ارشا دو اي وتسكت، هو اوتوماتيك ما يقراها على اساس ارشا دو اي ايغال زيرو ايغال ترو، ولا تنجم معناها هكا تكتبها هكا ولا تكتبها هكا نفس المعنى ارشاد اي ولا ارشاد اي ايجالا ترو كيف كيف. اف ارشاد اي ايجالا ترو اند بريمي دوشني دو اي موان زان، حشتنا بالرقم اللي قبله نشوفو بريمي ولا اي موان زان ايجالا ترو. سكروا هذا then write the len e the number ارشا كو. هذه الخدمة بتاعنا كمل ظني ان ناتو كما حاول ناتو كما عطى في الاكزامبل بتاع الباك الان 100 والام 150 ريزلتا 102 108 110 معناك كيف كيف معنا راهي خدمتنا صحيح. رمارك صغيرة، انا راني نخدم بالشارم باسكال مانيش نخدم بالباسكال، معناها كيف كيف كيما تخدم بالشارم باسكال كيما تخدم بالباسكال نفس الخدمة، تبدل شيء جست هذه الريتي هذه ما تحطهاش في الباسكال وكاو. معناها كانك تخدم بالشارم باسكال تحط الريتي، كان ممكن تخدم بالشارم باسكال من غير ما تحط الريتي وباقي الخدمة كيف كيف ما يتبدل حتى شيء.